اطلع برا عشان اعمل انترو بعدين تفوت. تاخذ وقت الانترو، استنى شوي اتعود هيك اضبط زوري شوي. عمر تايم، تعال تعال احكي قيس التايم يا اخوي، تعال فوت. انت غيرت اسمك؟ ايش صار؟ ليش عم تهمس طيب؟ يهبل يا عيسى. اليوم بدنا نستنى اغنية احمد تنزل، والهدف من هذا الفيديو انه تجيب فيوز. طبعا انت لو تتمسخر على احمد كويس معي بعمل لك شوت اوت، لو ما تتمسخر كويس ما بعمل لك شوت اوت. انت قرر يعني زي ما بدك. اوكي. بدك شوت اوت ولا لا؟ هلا زي ما انتبهتوا انه الفيديو اسمه اغنية اخوي بيض، كهيك اشي حيكون، مع انها ممكن الاغنية ما تكون بيض. عيسى شارك شوي رايك طيب. الاغنية بيض. ايوه شاطر، كفو. بدك شوت اوت؟ اه يا حبيبي بطل تحضر ماينكرافت. لا لا ركز معي، بدك شاوت اوت لازم تركز معي. نزلات عيسى، شيل شيل بسرعه بسرعه، تعال بسرعه بسرعه، رياكت بسرعه رياكت. احكي الاشياء، احكي الاشياء السيئه عنها، الاشياء مو كويسه عنها. ليش هيك بمشي زي الاهبل؟ ليش هيك زعلان؟ صح زعلان؟ طلع شكله جاي مع بنات الاغنية، ايش هي؟ كوش المفروض ننتقد ما تنص عليها، المفروض ننتقد ما نص ما ننص. فهمت عليك، وصلت وصلت يا اخوي، ساعدني نرقص عليها، مش عيب ترقص على الاغنية عادي. شو رايك بالبنت، حلوة ولا لا؟ من 10 قديش بتعطي رقم؟ كويس، بدنا نحط هيك تصوير هيك، حط حط حطها هيك. اي اف. طب كم بتقيمها بالاخير يعني؟ اي اف. كم اف؟ اه جد؟ من ايه؟ على اشي ايه اف او طيشي؟ اس على اشي اس، اس على اشي وهي اف؟ رام. طيب البنت كويسة؟ بعرف بس المفروض ننتقد. الله طبعا بتنتقد بس ما تكذب كمان، يعني لو اشي لو واحدة حلوة ما تحكي انها بشعة كمان، ما عنده ارق الانتقاد، هذا مش زينة جد. مش ضابط ارقص عليها، اغنية بتزعل يا زلمة، شو هذا؟ كيف عم الاغنية بتزعل عن الكشة؟ كأنه كثير موضوع تافه. بيحكوا لي الكشة ما بمشط، بالكشة جبت 10 مليون على السوق وما بخطط. كوريلا. والله جد هذا الانتقاد تبعك، هذا الانتقاد تبعك. اه كشة كشة ما اهتم. برو ما بنعمل رياكت. عيسى احكي شغلات، احكي. طيب شوف قديش اخوك غبي، طلع قاعد بصلح سياره. بصلح سياره بايديه ما شاء الله، ميكانيك. ليش لازم يصلح سياره والله؟ راسه الله يخبرك يا زلمه. اسمع حاول ما تنتقد انت، خلص خليك ساكت احسن. هذا شغلي، ركز ركز بطل تلف يا هبل. نفسه اطلع فيديو هاتو. هذا بدي ناجي صح؟ ناجي طول هذا الوقت احمد ناجي كرش. الله بغباك يا زلمه، مش طافي يا زلمه. ايه احمد كرش على ناجي، مش عم بحلك، مش عم بركض، مش هيك بركض برو. حس بالدحبر، عم بموت عم بموت، عم مش قادر اتنفس. صلى اغاني جابوا سيارات حجيب بسكليت. اه تعلمت كيف يسوق بسكليت. ما تنتقد خلاص، هيك ستوب خلاص. اضحك اضحك ضلك اضحك، الناس حتصير تضحك لما تشوفك تضحك، ضلك اضحك. شعره زي شعرك بالضبط. شعري احلى من شعره. شعره زي شعرك بالضبط، بس بيشبه احمد هذا. بيشبه احمد اه شعرك زي جوريلا. يا دامت بيشبه احمد ولا لا؟ جاوب السؤال. هو بيشبه جوريلا، انت بتشبه جوريلا، الجوريلا عندنا نفس الشعر. ها شو جاب لجاوب؟ عم بسألك احمد، احمد بيشبه احمد ولا لا؟ مش غوريلا، الجوريلا ما بيشبه. الله تهبل يا ابني. يلا اعمل تعليقات مفيدة، اعمل تعليقات مفيدة. اوكي طيب، شو اللي استنتجته من هذا؟ تعليقات مفيدة. هخبطك والله، هخبطك بالكرسي يا عيسى. بقولكم شو حل، شو حلو الشب هذا؟ اسمي الفيديو، تعرف شو رح اسمي هذا الفيديو؟ أغنية أخوي البيض مع أخوي البيض. تخبز اسمع. حزت عليك إشي؟ أقول لك. خبز أسمر. تعليقات مفيدة. تعال علق علق على حيط أخوك مثلاً، شواربه طلع شواربه. شواربه تعليقات مفيدة. يا الله يا زلمة، يا الله يا الله صبرني يا الله، بنحاول نصور فيديو رياكت للعالم.
ما حنخلص اليوم لو بضلك هيك. بدك تعقل شوي. مبين انه ماسكك زي اصحابي احنا. اشي غبي واحد بخنقك. تعليقات حلوه بس ضحك. كون بتضحك يلا. صير بتضحك يا عيسى. اعمل اشي بضحك. اعمل اشي بضحك. يا الله. انا عايزة بابصر نعمل فيديو رياكت على اغنية بيض بعدين يطلع الفيديو تبعنا بيض كمان. والله حلوة. واو ضحك واو. تعليقات مفيدة. كشة شعرها كشة 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 ما إلها ذنب. فهمت؟ ما إلها ذنب انه عندها كشة. كشة ما بمشطه. عندك مشط؟ طلع بالكش جاب 10 مليون وسطوح ما بخطط. احنا 10 مليون؟ شو احنا شكلك بتلعب حديد؟ حديد؟ اللي ساخن كثير بس انا وحده التمرين. مين بتحكي له ساخن كثير؟ اتوقع في بنت بتحكي لاحمد ساخن. اقول لك مين؟ مين؟ احمد مكرش على ناجي. اه ناجي اللي بيحكي له ساخن كثير. اه كفو ريال. ارقام وانتم محتواكم فاضي زي لحيته. محتواهم فاضي زي لحية احمد. بدي ديسريسبكت. ما بحاول قاعد يحكي عن لحيته وبحكي عنها فاضية. هو حر بدي يحكي عن لحيته فاضية. انت مالك بدك تنتقده انه حكى عن لحيته فاضية؟ بليز لا تفضل برا برا انتقده عشان أمي. يلا انتقده. وين لحية وين لحيتك يا هبل؟ لحيتك انت اطلع لي شعرتين ماشي. ضحكتك النشاز هاي اقسم بالله بتخزق الدن. علق يا زلمة. انا جايب اخوي الصغير لسبب. اوكي تعليق مفيد. شوف اقول لك انا جايبك على الفيديو يا تكون كيوت يا تكون بتضحك. تختار بدك تكون كيوت ولا بتضحك. بضحك. طيب كون بضحك يلا. كون بضحك. اوكي بي فني يلا. انت غلط. كل ما بحلق لمين المحني كله بحلق بجيب فيوز بس انا بحكي وبشرب سحلب لو انت الاحلى وجوه متحف سحلب. بتعرف شو يعني سحلب اصلا؟ اه سحلب بشرب تركية بشرب سحلب طيتك براسي واكلت بلوك. لو انت البنت الصح مش حتسمعي كي بوب. اوه ناجي بسمع كي بوب ولا لا؟ اه صح ومكلش على ناجي. اه اسمه ناجي ما بسمع كي بوب عشان هيك ناجي البنت الصح. اقول لك ليش اسمه مكرش؟ ليش؟ عشان عنده كرش. طول ما احنا سوا ما في تنزل تيك توك بحكي عن شعري خريص وشب كت كت بحكوا لي ارجع اطلع عطولي محتواهم حكي شيل البيض. احمد حكي شيل البيض عشان يشيل حاله. اضحك يا هبل. كان شيل اغنيه. ليش حط الاغنيه؟ عشان اغنيه بيض. اضحك اضحك اعمل شعرها كشة. فهمنا ماشي اوكي يا ما بتمشطوا. فهمت؟ ما بتمشطوا برو. شعرها كشة. فهمت؟ فهمت ولا لا؟ طيب هذا كان الفيديو لليوم. اذا بدكم كمان فيديوهات مع عيسى ما تطلبوا اوكي عشان عيسى انسان بيض كل شي بيحكيه. انا انسان بيض زيك. واو حرقت جبهتي. واو جبهة راحت برو. انك جبهة. يا الله الهبل. يا الله المهم كت كت باي باي باي. ما عمل لي سكرين جود نو تدش.